أهلا بكم. في مثل هذا اليوم رحل الرئيس محمد مرسي بعد أن اتخذ النظام قرارا بتركه داخل قاعة المحكمة دون رعاية طبية أو تقديم إسعاف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري القديم والحديث، رئيس الحقيقة انتخابه مثل أزمة لعبد الفتاح السيسي ولأعضاء المجلس العسكري من أرادوا مصر أن تكون تحت الهيمنة العسكرية منذ يوليو 52 وحتى الآن. إيه السؤال اللي بنطرحه مع حضراتكم النهاردة؟ ماذا خسرت مصر برحيل الرئيس محمد مرسي؟ لأنه الأوضاع الحقيقة في مصر لا تخفى على أحد. ودعوني أنقل هذا السؤال إلى ضيفي الذي انضم إلي عبر الهاتف، الدكتور منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق. أهلا بك معنا سيادة الرئيس. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم، أطرح عليك نفس السؤال، ماذا خسرت مصر من وجهة نظرك برحيل الرئيس محمد مرسي؟ شوف، أولا يعني شيء من أهم يعني تاريخ مصر منذ 5000 سنة، لأول مرة في تاريخ المصريين استطاعوا عبر كل هذه القوة أن يختاروا لأول مرة شخصا منهم، شخصا من قيمتهم، شخصا من شعبهم الطيب، ليكون هو المنتخب وهو الرئيس. وهذه الطبقات الحقيرة التي انقلبت عليه استكثرت على المصريين أن يكون لهم هذا الشرف، أن يعني يكون لهم يعني 5000 سنة مرة واحدة على الأقل يستطيعون فيها اختيار رئيس الدولة. يعني هذا ما فقدوه، لكن أيضا فقدوا حاضرهم، لأنه في آخر المطاف هذا الانقلاب جاء يطرح الحلول. طيب، دي هو أكبر المشاكل، يعني وضع مصر الآن بعد هذه السنوات التي مرت، وضع دولة مفلسة، دولة متسولة، دولة فقدت يعني مكانتها في المشرق العربي عندما كانت هي الدولة القوية التي يعني تستطيع أن تسيطر على كامل المنطقة، أصبحت الآن هي تابعة لدويلات، يعني مثل هذه دولة الإمارات أو أنها تتسول من السعودية، وفقدت حتى الحد الأدنى من التأثير على السودان اللي هو مفروض أنه حديقتها الخلفية. إذن كارثة بهذا معنى الكلمة، يعني انهيار سمعة مصر، انهيار استقلالها، انهيار اقتصادها إلى آخره، هذا ما فقده المصريين. لكن الحمد لله أن محمد مرسي وما مثله محمد مرسي، يعني بغض النظر على أنه كان إسلامي مش إسلامي، يعني محمد مرسي بالنسبة لي هو بطل الديمقراطية وليس له، يعني بالنسبة لي هذا هو أهم شيء. إذن هذا الرجل سيبقى في ذاكرة المصريين، سيبقى في ذاكرة العرب، والنار يعني التي تصورون هؤلاء الناس أنهم أخمدوها في وقت ليس كلها تحت الرماد، وستنتفض، يعني شعوبنا ستنتفض من جديد، وسيكون محمد مرسي يعني هو أيقونة من أيقونة هذه الثورات الديمقراطية العربية التي أجهضها هؤلاء الناس، ولكنهم لا يعلمون أنهم في الواقع يرقصون على بركان. نعم، كيف تتذكر الرئيس الراحل محمد مرسي؟ والله أنا عرفته شخصيا أكثر من مرة، لأن أنا جيت زيارة إلى مصر واستقبلني في الاتحادية، قابلت أيضا على هامش الأمم المتحدة مرتين، مرة قابلته أيضا في لقاءات القمة العربية وقمة إسلامية، وتحدثت معه في كثير من المواضيع، وبطبيعة الحال كان تجمع دائما صلة روحية، اللي هي أنه إحنا يعني مؤتمنين الاثنين على مسار الثورات الديمقراطية، وكانت أيضا كل الخلافات الإيديولوجية التي الناس السطحيين يهتمون بها، هذا علماني وهذا إسلامي، كانت تلعب أي دور بالنسبة لنا، كنا عارفين أنه دورنا أكبر من هذه الثنائيات المجزئة والسخيفة، وكنا عارفين أنه الصراع هو بين الديمقراطيين وبين الاستبداديين، وكنا في نفس الصف، بالتالي كانت تجمع بيننا نفس الأفكار ونفس الأمال ونفس كذا، وأقول أيضا نفس المثالية، لأنه يعني إحنا كنا جايين من مدرسة يعني عمر بن الخطاب وعمر عبد العزيز ومانديلا، يعني اللي بيعتبر انه السياسة هي قيم ومبادئ، ولكن كنا نواجه يعني احقر الاشخاص اللي يعني يعتبرون السياسة هي عصابات وهي مصالح خفيفة وهي وسائل قذرة وكذا، يعني وربما مشكلتنا انه يعني احنا واجهنا هؤلاء العصابات في المنطقة الفروسية، وللأسف الشديد هذا المنطقة لا ينفع مع هذه العصابات. طيب، إن كانت هناك رسالة توجهها للشعب المصري في ذكرى رحيل أول رئيس مصري مدني منتخب في التاريخ المصري القديم والحديث، ماذا تقول؟ ولا ننسوا كذبة أنه رئيس إسلامي وأنه رئيس المسلمين إلى آخره، لأن هم يريدون تفريق الشعب المصري بهذه القضية، أنه في شعب في أخوان مسلمين في أنا بالنسبة لي، وتعلمون أنني علماني، يعني بالنسبة لي هذا الرجل هو أيقونة من أيقونات الديمقراطية،
إذا رسالتي للمصريين هو أنه انسوا هذه قضية انتماء الإخوان المسلمين، لأن الشماعة دكتاتورية تستعملها الآن لضرب كل نفس ديمقراطي. ثاني حاجة أنه يعني يكونوا على وفاء لهذا الرجل الذي بقي وفيا لكم وضحى بحياته من أجلكم، وهو الوحيد الذي ضحى بحياته من أجلكم. هؤلاء الناس الذين يسرقونكم وينهبونكم ويستغلونكم ويسخرون منكم في سهراتهم ليس لهم أن علاقة بالقيم التي مثلها هذا الرجل. والدرس الثالث هو الآن يجب مواصلة كفاحه، لأنه بالنسبة لي سواء هو سواء هؤلاء يعني 60,000 سجين سياسي موجودين في بلادكم كلهم، يعني تضحياتهم لا يجب أن تذهب عبثا، تضحياتهم يجب أن تثمر دولة قانون ومؤسسات، نظام ديمقراطي، نظام مدني، نظام يعني يحفظ حرية المصريين وممتلكاتهم، يحفظ استقلالهم وسيادتهم ومكانتهم في العالم. هذه هي رسائل محمد مرسي، وهذه ما قام به محمد مرسي، والتي يجب أن تسهروا الآن على تحقيق أهدافه. يعني بالنسبة لي أهم رسالة الآن هي مواصلة النضال لمحمد مرسي ولكل الثوريين السلميين الديمقراطيين الذين عبدوا لكم طريق الحرية. شكرك جزيلا دكتور منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، كنت ضيفي عبر الهاتف. طيب، ما قاله الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في فكرة إرث محمد مرسي، وأن الشعب المصري لازم يعرف الرجل ده كان بيعمل إيه ويكمل طريقه.